السلام ومرحبا بكم الناس كل. اليوم جيناكم بالانفينيكس نوت 30 كما تشاهدوا، وباش نعلمكم كيفية وضع البصمة على هذا الهاتف. نبحث اولا على مكان البصمة، لا يوجد بصمة من الخلف لكن البصمة تأتي على مكان فتح واغلاق الهاتف، هذا هو مكان البصمة. فلا نقيد تو البصمة متاعنا عند طريق الدخول الى الاعدادات البارامتر، البحث عن كلمة سيكوريتي. هنا عندي بصمة الأصبع وبصمة الوجه كما تشاهدوا. احنا اليوم مش نعملوا بصمة الأصبع، نضغط على بصمة الأصبع، يطلب مني بوضع رقم سري او شمار كما نحبوا. حطوا على سبيل المثال شمار، اوكي. نحط الشمار نتاعي، نحط اي شمار تحب عليها او رقم سري تحب عليه، تضغط اوكي. هنا يطلب منك بإدخال تأكيد الشمار اللي دخلته أول مرة، نفس العملية، أوكي. نقول له أوكي. هنا يطلب مني بإضافة البصمة كما تشاهدوا على الصورة، نفس المكان اللي قلت لكم عليه أول مرة، وهو فتح وإغلاق الهاتف. كما تشاهدوا عندنا بصمة فارغة، نحاولوا باش ندخلوا البصمة نتاعنا عن طريق وضع الأصبع على مكان البصمة. كما تشاهدوا أملأ الفراغ باللون الأخضر، وهو وضع ورفع الاصبع او وضع المكان البصمة المناسبة عن طريق اليمين يسار فوق تحت، حتى استطيع املاء البصمة باللون الاخضر كما تشاهدوا. تمت العملية بنجاح، اضغط اوكي ثم اخرج واغلق الهاتف. تو باش نجرب سرعة البصمة على هذا الهاتف. بصمة ممتازة، نحاول مرة أخرى كما تشاهد. أنا اللي يعجبني في الهاتف هذا عند الضغط على البصمة، لا أضغط ضغطة قوية، فقط ألمس مكان الاستشعار متاع البصمة فقط. أقوم ب كما تشاهد نقرب لكم، أقوم فقط باللمس على مكان البصمة. ولا عملية سهلة ما تخوش برشا وقت. إذا أردتم تغيير أو إدخال أكثر من بصمة على هذا الهاتف، أستطيع أكثر من بصمة، نفس العملية، بارامتر سيكوريتي أمخانت، أقوم بإدخال الرمز متاعي كما تشاهدوا باللون الأخضر، إضافة بصمة أخرى، نفس العملية اللي دخلت أول مرة. الآن سوف أغير الإصبع اللي أدخلته أول مرة. على يمين تحت فوق، حتى أتمكن من إدخال البصمة أكثر من مرة. ولكن تشاهدوا نزال بوضع من الفراغات، أقوم بإملائها. ولا تمت العملية بنجاح، قل أوكي ونخرج على روحي. الآن سوف نحط البصمة رقم واحد، الهاتف تحل، نسكر الهاتف متاعي. البصمة رقم اثنين، الهاتف تحل. أنت نجم ندخل أكثر من البصمة، نعاود تكرار المحاولة. ولا كما تشاهدوا بصمة رقم واحد، بصمة رقم اثنين، أقوم بإدخال إصبع ثالث. لا يمكن استعمال البصمة إلا عن طريق إدخال الرقم السادس. ولا إن شاء الله تكون الطريقة هذه عجبتكم. إذا ما عجبتكمش، أقوم بفسخ جميع البصمة اللي دخلتها أول مرة. سيكوريتي بصمة، نحط الرمز متاعي. هنا عندي بصمة رقم واحد، وهنا عندي بصمة رقم اثنين، أقوم بفسخ البصمة رقم واحد، أقوم بفسخ البصمة رقم اثنين. ولا هنا عندي الشمار اللي عملته أول مرة، تحب تكمل تنحيه تضغط على لا شيء ثم فسخ، تخرج على روحك، ما عادش عندك حتى شيء، رجع الهاتف كما أول مرة. ولا إن شاء الله تكون الطريقة هذه عجبتكم. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل مو جديد. إلى اللقاء.